بمناسبة العيد الثالث لتقديس الأم ماري ألفونسين غطاس، أقيم في كل من كنيسة بيت الزيارة في دابوق وكنيسة انتقال السيدة العذراء للاتين في السلط قداس احتفالي في ذكرى إعلان قداستها بحضور عدد كبير من المؤمنين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. تحتفل الرهبنة الوردية الأورشليمية المقدسة في 19 من تشرين الثاني كل عام بعيد القديسة ماري ألفونسين دانييل غطاس مؤسسة رهبنة الوردية المقدسة، وبتذكار السنة الثالثة على إعلانها قديسة على مذابح الرب. طوبى لك على الأرض وفي السماء يا أم اليتامى ومهد العطاء. طوبى لك على الأرض وفي السماء يا أم اليتامى ومهد العطاء. وهبتي نفسك لخدمة الرب فنلت محبة العذراء. بهذه المناسبة ترأس سيادة المطران ويليام الشوملي مطران لاتيني في الأردن القداس الاحتفالي في كنيسة بيت الزيارة للراهبات الوردية دابوق، بحضور البطريرك فؤاد الأطوال والسفير البابوي لدى الأردن المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن والأخت ميشلين معلوف الرئيسة الإقليمية في الأردن، ولفيف من الكهنة الأجلاء والراهبات الفاضلات وجمع غفير من المؤمنين، حيث أحيت جوقة ينبوع المحبة الترانيم خلال الصلاة للقديسة ألفونسين. وفي عظة القداس التي ألقاها سيادة المطران الشوملي بدأها بتهنئة الرهبنة الأورشليمية بعيد القديسة ألفونسين، شاكرا الله لأنه شاء بأن تخرج من مدينة القدس قديسة لنجد في سيرتها قدوة ومثالا وفي شفاعتها سندا لنا وحماية. وشرح سيادته عن حياتها وفضائلها العطرة التي عاشت في الأرض المقدسة وعن صمتها الذي كان أبها فضيلة، وأشار لتواضعها العظيم عندما سمت نفسها في مذكراتها بالفقيرة والحقيرة والعديمة الاستحقاق. إخوتي وأخواتي، نحتفل اليوم بقديسة نعتز بها، هي نموذج وقدوة لنا جميعا، نحن الكهنة والراهبات والعلمانيين على حد سواء. يريد الله أن يحقق فينا نحن أيضاً عظائم رحمته، ولكنه يريد منا أيضاً أن نكون أداة حرة ومرنة بين يديه. باسمكم أيها الإخوة والأخوات نقدم شكرنا لراهبات الوردية لهذه الدعوة الطيبة لنا للمشاركة في هذا القداس البهيج، ونسأل الله لهن كل بركة ونعمة وازدهار، فيواصلنا العمل الرائع والنبيل الذي من أجله تأسست رهبانية الوردية. وكل عام والراهبات وكلكم جميعا بألف خير. وفي ذات السياق احتفلت كنيسة انتقال السيدة للاتين في السلط بقداس إلهي ترأسه كاهن الرعية الأب رياض حجازين بعيد الأم ماري ألفونسين، واحتفالاً بالذكرى الثالثة لتدشين المزار الوحيد للقديسة التي قطنت به لمدة عامين في السلط وتحديداً في قبو الكنيسة. في عظة القداس أشار الأب رياض بأن هذا العيد هو مميز لهذه الرعية لأن صاحبة العيد هي من عاشت في هذا المكان الذي نحن واقفين عليه الآن، وأشار لعظة قداسة البابا يوم إعلانها قديسة عندما قال: لقد عاشت القديسة متحدة بالله كما يتحد الغصن بالكرمة لكي تثمر ثمرا كثيرا،
هكذا هي القديسة محملة بثمار المحبة. لقد عاشت القديسة ماري الفونسين متحدة بالله كما يتحد الغصن بالكرمة لكي تثمر ثمرا كثيرا. وبالفعل لقد حملت القديسة ماري الفونسين ثمارا كثيرة، ثمار المحبة. القديسة ماري الفونسين كانت حياتها مغذاة بعلاقتها القوية بالسيدة العذراء، والتي أرشدتها وقادتها لكي تؤسس رهبانية الوردية المقدسة. فالعذراء هي التي طلبت من القديسة ماري الفونسين قائلة: أريد أن تؤسسي رهبانية الوردية. وفي ختام القداس كرم الأب حجازين مجموعة من سيدات أخوية الكنيسة الذين أمضوا 25 عاما من البذل والعطاء في أرجاء الدير العامر. بهذه المناسبة حبينا نكرم ستات الأخوية اللي إلهم من 30 سنة وطالع بالأخوية ملتزمين بإكرام أمنا مريم العذراء وتلاوة السبحة الوردية. بهذه المناسبة جددوا عهد المحبة، عهد الوفاء لأمنا مريم العذراء، عهد إكرام أمنا مريم للأبد. ماري ألفونسين هي قدوة لنا ولجميع الوردية المقدسة حتى أنها تكون عبرة لنا في حياتنا من خلال أعمالنا، تقديماتنا اليومية، نظرتنا للحياة، نظرتنا للناس، إنه كيف نشعر معهم، إنه كيف نقدم حياتنا في سبيل سيدتنا مريم العذراء. يشار أنه في مثل هذه الأيام قبل 3 أعوام أعلنت ماري ألفونسين دانييل غطاس للعالم كله قديسة على يدي صاحب القداسة البابا فرانسيس في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان، وأقامت كنائس الأراضي المقدسة قداديس شكر واحتفال بهذه المناسبة حينها. هذا وقلد غبطة البطريرك فؤاد الأطوال الدكتورة باسم السمعان وسام صليب القبر المقدس الذهبي وشهادة تقدير لجهودها في كل ما قدمته في خدمة الكنيسة في الأردن، وبالتحديد إنشاء وإظهار المكان الذي قطنت به القديسة حين قدومها لمدينة السلط عام 1887 ليصبح مزاراً مقدساً لينال الجميع منه البركة. أنت رمز العطف والحنان والمحبة طول الزمان، تشفعي لنا عند رب الأنام ليمنحنا البركة والسلام. يا قديسة ماري الفونسين قدوة أنت للعالمين.